هذه المادة تقر تحفيزا وتشجيعا غير مشروع للقضاة وللحكم على المتهمين بمصادرة أموالهم، لأنها تجعل لهم نسبة 10% من الأموال المصادرة. من حيث المبدأ، مراقبة دستورية القوانين ليس الجديدة على القانون الموريتاني، فقد نص دستور 1959 على إنشاء اللجنة الدستورية التي حول دستور 1961 مهمتها إلى ما عرف حينها بالغرفة الدستورية بالمحكمة العليا، لكن هذه الآلية عطلت تقريبا لمدى 30 سنة لأن نظام الحزب الواحد والأنظمة اللجان العسكرية لم تكن صالحة أو جاهزة للتعايش مع قضاء من هذا النوع، لأنها هي أنظمة أصلا لا تؤمن بمبدأ المشروعية أو مبدأ مثل مبدأ فصل السلطات. لكن لما جاء دستور 1991 أسس للمجلس الدستوري ونص على إنشائه في نسخته الحالية تقريبا. هذا المجلس لم يكن مخولا رقابة القانون العادي إلا بإحالة من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو من رئيس إحدى الغرفتين غرفتي البرلمان، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ سابقا، أو بثلث إحداهما. ولكن لما كان 2017 في التعديل الدستوري الأخير للمادة الفقرة الأخيرة، أضيفت للمادة 86 من الدستور الفقرة الأخيرة تجيز لكل متقاض يخشى أن تطبق عليه مقتضيات قانونية غير دستورية أن يعترض على دستورية المجلس الدستوري. نحن هنا قمنا باستغلال هذه الإمكانية المتاحة، فتقدمنا أمام المحكمة الجنائية المكلفة بمكافحة الفساد بالاعتراض على دستورية مادتين من قانون الفساد ومادة من قانون الإجراءات الجنائية. مادتا قانون الفساد هما المادة 16 التي تجعل كل من لم يبرر مصدر ثروته أو يثبت أن ثروته من مصدر مشروع هو مذنب مباشرة دون حكم قضائي. هذه المادة تخرق الدستور. نعرف أن دور المجلس الدستوري هو حماية الدستور وحماية تراتبية القواعد القانونية، لأنه من المعروف في مبدأ المشروعية أن كل قاعدة قانونية تستمد مشروعيتها من انسجامها وخضوعها للقاعدة التي تعلوها أو التي تسمو عليها. بالتالي مثلا لا يحق للمرسوم أن يخالف التشريع، لا يحق للتشريع أن يخالف القانون النظامي، لا يحق للقانون النظامي أن يخالف الدستور، وهكذا. المجلس الدستوري يحمي هذه التراتبية عن طريق إخضاع القواعد الدنيا للقواعد الأسمى. المادة 16 التي ذكرت قبل قليل، هذه المادة تخرق القانون من أوجه عدة. أذكر أن المجلس الدستوري عندما يحاول أو عندما يخضع نصا معينا للرقابة الدستورية فإنه يستند في ذلك إلى ما يسمى بالكتلة الدستورية، معناها يقارنه يعايره بمدى انسجامه وانطباقه مع الكتلة الدستورية. الكتلة الدستورية في موريتانيا هي الدستور، هي ديباجة الدستور، وهي القوانين النظامية، وهي المبادئ العامة للقانون أو المبادئ الأساسية في قانون الجمهورية. المادة 16 تخرق كل هذه النصوص، تخرق الحقوق المقررة في ديباجة الدستور، تخرق المادة 13 من الدستور، تخرق المبادئ العامة للقانون، مبدأ قرية البراءة وغيره. لذلك هي تمس مبدأ قيام الجرائم على الجزم واليقين بدل من 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 التخمين. هي تشكل اعتداء على مبدأ فصل السلطات، لأن المشرع لا يحق له أن يقرر أن المتهم مذنب. هذا من دور القضاء. بالتالي هذه المادة تخرق كل هذه المبادئ. من جهة أخرى، هذه المقتضيات التي حملتها المادة 16 من قانون الفساد هي مقتضيات محل جدل ولم تجد طريقها في كثير من البلدان. في المغرب مثلا قدموا قانونا مشابها لكن لم تمكن المصادقة عليه، فسحبته الحكومة في 2021، أي السنة قبل الماضية. في مصر صدرت مقتضيات مشابهة، تصدت المحكمة العليا واعتبرتها مخالفة للدستور وأنه ليس على القضاء العادي تطبيقها. كان ذلك طبعا قبل أن يتدخل المجلس الدستوري أيضا ويفتي بمقتضيات مشابهة. في فرنسا قضى المجلس الدستوري بأنه لا يحق للمشرع أن ينشئ قرينة الجرم في المادة الجنائية. في بلدان كثيرة هذه قواعد مستقرة
معروفة في العالم كله وهي محل إجماع، وبالتالي أي نص يخالفها يعتبر نصا غير دستوريا وبالتالي يكون حريا بالإلغاء. المادة الثانية التي قمنا في دفاع الرئيس السابق محمد العبد العزيز بالطعن في عدم بها في عدم الدستورية أو الاعتراض على دستوريتها أمام المحكمة هي المادة 47 من قانون مكافحة الفساد. هذه المادة تقر تحفيزا وتشجيعا غير مشروع للقضاة وللحكم على المتهمين بمصادرة أموالهم، لأنها تجعل لهم نسبة 10% من الأموال المصادرة قسمة بينهم وسلطة البحث والتحقيق وحتى الشهود. هذه المادة هي مادة معيبة، مادة مشينة في المنظومة القانونية الوطنية، مادة تسيء إلى القاضي وإلى كرامته، تمس مبدأ حياده وتخرق كذلك استقلاله، تجعله لا مصلحة في الحكم على الأبرياء، هي كذلك تشكل اعتداء على اختصاص القضاء بشكل عام، بالتالي تخرق مبدأ فصل السلطات، لأن مصادرة الأموال لا تكون إلا بأحكام قضائية حائزة على قوة الشيء المقضي، لذا هي كذلك تخالف الثابتة والمستقرة من قضاء المجلس الدستوري الوطني وغيره من المجالس الدستورية. فالمجلس الدستوري الموريتاني في معرض معايرته لدستورية قانون مكافحة الفساد 2010 افتى وقرر أن أي مصادرة بدون حكم قضائي لا تكون مشروعة، بالتالي ليس من حق القانوني أن يقرر مصادرة أموال المتهمين. بالتالي هذه اعتداء على هيبة القضاء وعلى حياده واستقلاله، وتجعل من القضاة محصلين بدل مهمتهم السامية، بالتالي هي تخرق الدستور وتخرق الكتلة الدستورية الوطنية بشكل عام. المادة الثالثة والأخيرة التي قمنا بالاعتراض على دستوريتها هي المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية. هذه المادة تمنع التسجيل والبث والتصوير في قاعة المحاكمة في قاعة الجلسات. هذه المادة كذلك هي مخالفة للدستور، هي تخرق تضع قيودا غير مشروعة على مبدأ العلنية. مبدأ العلنية هو فيه حماية للمتهم، فيه حق للجمهور، فيه رقابة على القضاء. هي مادة متخلفة، لأن مفهوم العلنية في الماضي لم يعد هو مفهوم العلنية في الوقت الحالي. كذلك هي لا تعطي الصورة، تحرم المواطن من تلقي المعلومة بصورتها، فقط هي عندما لا يسمح للصحفي بالدخول إلا بقلم وورقة في أكثر الأحوال، هو فقط ينقل شهادة ميتة وليست شهادة حية، مما يقلل من استيعاب الجمهور للخبر على حقيقته. بالتالي هي أيضا تهدم أحد أهم أركان المحاكمة العادلة، ولذلك فهي مخالفة للدستور. نحن في هذا الطعن إن كنا نتوخى مصلحة موكلنا، فإننا كذلك نساهم في حماية منظومتنا القانونية وتنقيتها من الشوائب ومن المقتضيات المعيبة والظالمة. نتيح للمجلس الدستوري الذي هو محكمة سامية الفرصة، ونمكنه من القيام والاطلاع بدوره في حماية الدستور، في حماية الحريات والحقوق التي يقررها هذا الدستور، في حماية المبادئ العامة للقانون، في ترقية وتحسين منظومتنا القانونية وجودتها. لذلك نحن نؤمل خيرا ونحسن ظنا بالمجلس الدستوري، ونعتقد أنه سوف يسهم بقرار تاريخي في هذه القضية بذلك.